يسعد صباحكم كاثي وحازم من جديد، واحنا هلا رح نبلش معكم بفقرات الشاشه التفاعليه ومعقوله فقرات ترند والاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم خبر وفاه الفنان المصري حسن حسني عن عمر يناهز 89 عام، وانا لله وانا اليه راجعون. تويتر يحجب تغريده لترامب الرئيس الامريكي. تم حجب تغريده للرئيس الامريكي ترامب تتعلق بتظاهرات بولايه مينيسوتا بسبب مقتل شاب أسود، بعد أن وضعت تويتر إشارة تمجيد للعنف على التغريدة. الرئيس الأمريكي صرح للصحفيين أنه وقع أمر تنفيذي بشأن مواقع التواصل الاجتماعي برفع عنها الحماية القانونية من القضاء باعتباره أكبر التهديدات لحرية التعبير. وعبر ترامب انزعاجه من خاصية التدقيق، واعتبر أن تويتر لم تعد منصة عامة أو محايدة. ميكا ستافر تعلن التخلي عن ابنها بالتبني بعد 4 سنوات، وبعد حصولها على قناة بث على اليوتيوب تضم 700,000 مشاهدة خلال رحلتها مع طفلها المتبني والمصاب بالتوحد. بتجدد ملفاتها على اليوتيوب وبتقول إنها أم فخورة لأربعة أطفال مو خمسة. بتظهر في الفيديو مع زوجها بإعلان انتهاء رحلتهم مع طفلها هيكلسي ابن ال4 سنوات. هالرحلة بلشت من 2016 وساعدتهم على دخل إضافي، حيث إنه قناتهم تحتوي على أكثر من 700,000 مشاهدة، وتمت مهاجمتها باعتبار تبنيها للطفل جسر عبور لا أكثر. مع بعض حنشوف الفيديو. I can't say enough how hard Micah has tried throughout this entire journey and the amount of effort she's put into this and helping Huxley as much as she can. So I mean, you guys have been part of this adoption journey even before, you know, we picked up Huxley throughout the whole process. And you know, with international adoption, sometimes there's unknowns and things that are not transparent on files and things like that. And once Huxley came home. عنوان هالترند مختلف. مهندس وكالة ناسا وأبل السابق يبني مسارا لتعقيد سرقة البذور من حديقته. مهندس وكالة ناسا وأبل السابق مارك روبر عمل على بناء مسار معقد ليعطل على السناجب سرقة بذوره. كان هالترند بحكي عن مشروعه بعد شعوره بالملل أثناء فترة حجر كورونا لمحاربة السناجب المزعجة، وعمل محاولات لتعطيل مسارهم وتعقيده لعدم سرقة بذور الطيور. حنشوف الفيديو سوا. I will admit that in hindsight that I completely underestimated my adversary. Now if you're wondering why I would go through all this trouble, we need to go back 8 weeks ago when I found myself stuck at home and very bored. So I installed a bird feeder. ترند محمد رمضان وهل اشترى تهنئة ممثل إسباني بعيد ميلاده. حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الفنان المصري محمد رمضان تهنئة نجم مسلسل لا كاسا دي بابل الإسباني الشهير إنريكي أرسي بمناسبة عيد ميلاده في 23 مايو أيار الجالي. كان هالجدل بعد اتهام محمد رمضان بدفع الأموال لأحد المنصات المتخصصة في المعايدات المدفوعة الأجر من قبل المشاهير حول العالم. بالفيديو يظهر الفنان الإسباني وهو بعايد رمضان قائلا: محمد رمضان، بعرف أنك بتعرفني وأدرك أنك بتكرهني من لكاسا دي بابل، لكن أعلم أنك ممثل شامل ومن الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي، عشان هيك بهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن ألتقي بك يوما وأن أعمل معك مستقبلا. وبرد عليه رمضان: شكرا لك أخي. مع ترند محمد رمضان منكون ختمنا ترند لليوم.